صاحبي طيح لك اليوم تريح فاص فاص واشدك اليوم ما يطلع لك نقاس كنت باينة كنت باينة يا الغافل كنت باينة كنت باينة من الاول حالة بيديات ليميسيون ولات بيزار تيكيات هادو خرجوا قاع من الإطالات الحياة تحكي لي واش اللي صار يقطيحناك ضحكة ويهبط السيطار كنت باينة كنت باينة تبانيكي كنت باينة كنت باينة يا شريكي ايوا ايوا كاش جديد كاش ها انا ما عندنا كومبيتيسيون هذو اليوم قلنا لك شويه وقال طلب نورمال هادي والله هادي راح لونطريمون تاع الصباح راه نستناو فتاع العشيه غادي اونطريمون ولا جنة والله راضي اونطريمون صافي بليزير نبداو صديقي حنبداو اوكي صاحبي طيح لك مرحبا بك هدى زرداني الله يسلمك ربي يحفظكم السلام عليكم صح فطورك الله يسلمك صح فطوركم شكرا على هذه الضيافة ونشكر قناة الحياة ميرسي مرحبا بك صحيح نورتنا إذا بداية كسؤال خفيف كيفاش راه يجوز هود يامته في رمضان؟ كما نقول بيان سور الصلاة هي الأولى بيان سور شهر رمضان كما نقولوا شهر التوبة يعني والغفران ومنها ويغلبك في كرياض يتجوزوا احنا نطرينو مع العشية قبل 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 الفطور بواحد زوج سوايع هكذا وعندنا نطرينو تانيك في السحور ان شاء الله هذه هي وصباح كما نقول الناس قاع راكداك تعرف راكدين تنوض الظهر تصلي تعاود تولي تسنى نطرينو تاع الستة هو يغلبك ولا تغلبوا؟ والله احنا كما نقول رمضان موالفين باسكو احنا حياتنا كاع ريجيم فهمني تما حاجه عاديه تجينا هذا الشيء يجيك حاجه عاديه وانت من النوع اللي يعاون في الكوزينه ولا تدخل تاكل برا؟ والله نجي ندخل ناكل مع البالي آه؟ والله ما على بالي كاع ندخل هذه كون زعما يوميه تجي دوكا هكا في رمضان يوميه تجي دوكا ابار ماشي كيما الاخر شو انا يصراو لي في حياتي انا شحال من خطره زعما فطرت في رمضان نفواياجي بزاف فهمني كانت عندنا كيما احنا 2016 كانت عندنا بريباراسيون لي جوز اولمبيك 2016 رحنا تربص في كوريا قعدنا 28 يوم فهمني وفتاونا بلي باش نفطروا فطرت 28 يوم 28 يوم فطرت 28 يوم خلفتهم بيان سور كي تخلفهم وفتاونا وكانوا معنا مصاروه وتوانسه وحنا كيما صحابنا المصاروه كانوا بريباراسيون معنا تما كانوا كاين ناس ملتزمين تما فاهم كان كيما حنا شهابي هذا اخينا ملتزم هذا مصري فهمني وجاي شغل سني هكا فاستولنا كنا نشوفوهم بلي فطروا وهكذا هذه صاحبي طيحناك هود قول لي صراحه شكون هو المنافس اللي تشوف راك ما نطيقش تربحو زعما انا ما عنديش حاجه زعما منافس ما نطيقش نربحو هادي منطقش ما تجينيش في راسي باسكو كون انا تجيني في راسي نحب نجيدو فهمني كاين منافسين دوك راك تحكي في الجزائر دوك انا دوك اذاك تحكي في الجزائر ولا تحكي فاهم دوك انت السؤال تاعك ما قولي منافس يكون راك تحكي عليه في الجزائر في الجزائر كاين دوكا كاين مسعود دريس الله يبارك ما شاء الله جن صغير وجاي ربحني في نال صراحه عطيني في اجوبه دبلوماسيه كش والله عطيني الصح زعما الصح عطيها لي ديريكت زعما قدام الكاميرا كش راني نشوف فيك راك تعطيني اجوبه تاع كاميرا عطيني المنافس او المصارع اللي انت كش الحد تاعو سي بون انا حتى ما عنديش حد تاعو انا ما عنديش واحد فوقي انا لو كان نحس بلي كاين واحد فوقي نحب نجيدو امبوسيبل اي مصارع كي تشوف كاميرا انا نقول لك انا دوك انا انا دوك انت سالتني ونقول لك انا ما عنديش واحد فوقي زعما كون نحس بلي كاين واحد يغلبني وزعما بلي نحبس السلام عليكم ونروح باسكو انا عندي تانيك عندي كارير شابه والحمد لله تقلقت شويه زعما اي باسكو انت كتقول لي دبلوماسي دبلوماسي انا سان جاوبتك نورمال عطيتني سؤال تاع كاميرا ماشي تاع صح باسكو عندي انا كاميرا انا كاميرا ما عنديش معاها كاع انت اللي تهضر بالكاميرا
باسكو انت راك تهضر، انا ما عندي نهضر معاك شغل نهضر معاك برا. صح بيني وبينك. بيني وبينك. نحو كاع الكاميرا ونحو المشاهدين. ايه هذيك هي حاجة جاوب هذاك هو. ليه دبلوماسي. اللي منطقش تغلبوا. ما عنديش اللي منطقش تغلبوا انت مريض يا صاحبي. مشيك تهضر. امبوسيبل تكون بديك الدرجة تاع القوة يعني. معليش انا قلت لك باللي انا كان هود واحد كي تسقسي لي جي دوكا يقول لك شكون هو. السلام عليكم. تقدر دير كاش ابل كاش واحد يجي دوكا مليح في الجزائر يقول لك كيفاش هو تعامل. فهمتني؟ لقبوك من البغرور ولا جامي؟ مغرور مغرور انا وافتخر. مغرور وتفتخر؟ ايه جي علي. تعجبك تعجبني نفسي. ماشي صفه الغرور، متكبر ومن بعدك تكبر من الشيطان. فهمتني؟ ومن بعدك ربي ما يوفقكش. فهمتني؟ هذه هي. صاحبي طيح لك. يعني ما تشوفش انه ربما لو هذا الغرور اللي احترفت باللي انت انسان مغرور، انت احترفت لي دوكا باللي انسان مغرور. مريض صاحبي عباك. مش احترفت لي دوكا باللي انت انسان مغرور، بالك الغرور تاعك. دوكا انا نهضر عليك انت عليك تهضر على الغرور، ماشي دوكا واش راك حاب انت تدخل فيا، خلينا من ماشي. اسمح لي دقيقة حبس هذه الكلمة، ما تعطيكش الجوز تاع مريض. تقدر تقول لي كلمه مريض في انت مريض كيفاش واش ما نعاودها لك كيفاش تقول لي مغرور تقول لك انت مريض باسكو انت ما كنتش عطيت لك سؤال قلت لي ما كاينش اللي يعطيك يربحني هذه قلت لك ما كاينش اللي يعطيك يربحني هذه سبورت كومبا كاين رابح كاين خاسر انا خسرت في حياتي وخسرت بزاف في حياتي فهمني والخساره تجيب الربح بصح راك مقلق على بالك في رمضان كيف دير هكا في رمضان نبدا نخرج ونبدا نضرب في الغاشي ليها عجبتك نشرب شويه ما ايه نشرب نشفت شويه شويه صراحه هذه تاع مريض شويه ايفيتينا هذو المصطلحات امام الجمهور اسمح لنا عمي العزيز اذا المكياج طولت هذه وين رضوان صاحبي طيح لك باسكو سي لانفيتي راهو شرب كاع ما جيب له كش حاجه يزيد حاجة تجوز بها يا صاحبي ريح طرونكي ها؟ ريح طرونكي راك مقلق على بالك ريح طرونكي انا ولد الحراس صاحبي راك عندنا ضيف رانا مرحبين بك راك شباب البطل تاعنا بطل الابطال ماشي بطل الابطال بطل تاعكم اللي دي انا اللي عرفتني فهمني انت هو البطل اللي واحد ما يعطيك يغلبه انا لا انا والله كان يغلبني تحب يلقبوك بالبطل زعما هكا اللي شامبيون تاعو الواعر كامل انت كي تطلع فوق البوديوم وتشوف العالم تاع الجزائر وتشوفه طالع صافي بليزي انت ما تقدرلهاش بصح هذيك اللي طلعت لها انت حدك هذا وحدك خدمتك الحمد لله الحمد لله ما قلناش على الرزق واحد اخر تما كيك ديرتك تهضر بصح الغرور ماشي مليح بزاف معايا بد كيما انت لازم نطلع لا 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 راك عندنا ضيف اليوم رانا مرحبين بك راك تشرب في الماء فوت هاك معايا راك ضيف كيما الماء اللي يفوت بلا ريح صح ريح انا مريحين في زوج بطاط هذه يا خو اجت تحكي لي واش انيسه اني تعرض وليت نار طولتي بزاف طولتي مي خلاص اختي ديري له هنا او يا راك عرفت انا هنايا عارف منا وهنايا في وذنك خلاص اختي حمولتي صعيب خلاص كي رايحه راك تحرش من تبان ارواح زيدي عنده وجوه ارواحي خليها يا ودي وسمك احنا نحبك تبان بيا ارواح اختي غير روحي حمولتي يا اختي طب لابس من قاريه اخي كريم خليها دير لك اختي يا صاحبي يا طروك ها يا طروك يا حشم نخليك قاعده تحشم على روحك ريح تحشم على روحك تحشم على روحك تفضل خلا صاحبي طيح لك طيب دوك نعاودو نولو من واش تخاف؟ نخاف منك باسكو كون زعما تصرى لي حاجة معاك شغل أنا اللي نتأذى وشو من الأسباب اللي خلوك في الحلبة تكون أسد وفي الطريق تكون نخاف بيان سير يعني. برا لازم تخاف خو كون ما تخافش من بعدك أنت اللي صارك بروبليم باسكو أي رياضي أو كيما يقولك سلاح أبيض يعني كي يكون يمشي تكون سلاح ابيض سلاح ابيض بيان سير يجي دوكا ولا بوكسير ولا ليتر بيان سير سلاح ابيض انت تجي تشد له ورقه وتسالو زعما صار لك بروبليم معاه تما يفيتك يقول لك السلام عليكم يعني الخوف هذا هو اللي خلاك تسمع الاغاني الرومانسيه تاع اليسا
هو بالذات. اه واش من اغنيه تحبها؟ تاع اليسا هي مرايتي. مرايتك؟ علاش مرايتك؟ مرايتي ماشي مرايتي، مرايتها. بصح تسمعها تتخيل روحك في بلاصه المغنيه. ايه بيان سور بيان سور كنت خايلها، باسكو تحكي على الدنيا، تحكي انت كيفاش راك تشوف فيا وانا كيفاش عامل تاع الصح، فهمني؟ يقولوا كيما انت دوكا تشوف فيا قلت لي بلي خواف، وانت كنت تشوف حاجه واحده اخرى. يا مرايتي هذه حكايتها. تقدر تغني لنا شويه كلمات منها؟ ريح طرونكي صاحبي خاطش، ريح طرونكي ريح طرونكي صاحبي، هشم على روحك. لا لا هشم على روحك صاحبي، كوف كوف ولا دوك نروح، باسكو هذه هي اللي قلت لك راني خاطر. واش فيها راه المشكل كي كابابل يكون المصارع حافظ غنى ويسمع اليسا ويغني؟ كاش عامل مصارع يغني؟ نحن في الحرب اسود لا نهب وسقور سميات في السماء، فهمني؟ وصح هذه ريح طرونكي، هذه في الحلبة انت وغيرك، ريح في الحلبة، ريح طرونكي ريح. صاحبي طيح لك ما تقول لاخش رانا مقصرين. شوف نفوتوا عدد، نفوتوا عدد اسئله وجه لوجه. الكونسيبت تاع هذا راه يدور بين اسئله كاع، دوكا ما نطيقش نحكي لك غير واش تاكل، واش طرين، واش دير من لي بون، شحال ترفد في الباك. اي روح انا نعاون فيك صاحبي، نخدم انا نعاون فيك، روح معايا اخدم نخدم صاحبي معايا. اوكي انا نعاون فيك عبالي. ايه بالك طرونكي، عاون في روحك فانك تبان، عاون في روحي نبان الحمد لله، باين باين وين تحب انت. وكاع لي بون عندنا تبان في برنامج وجه لوجه، كابوب راح يزيدوا يعرفوك ناس ما يعرفوش. علاش لا لا كاين من هذه يعني نستعرفوا بها. تسمى مليحه بيان سور مليحه، نستعرفوا بها. ايه خلاص تسمى ما تقلقش. بصح انا دوك انا هذه ماشي زعما اللي انا باش انت نخليك انت تهضر معايا هكذا. ما كيفاش اسئله ما اجوبه، هذوك كاع راهم طاح راهم في داخل في اطار صحافه. ماشي هكذا. كش حاجه كذبت فيها؟ كذبت. ما تسمعش اليسا؟ نسمع اليسا. ايه واش تقلق؟ ايه علاش ما نسمعش اليسا؟ خلاص نولو تورناج. زعما اليسا نسمعها ونكسر رومانسيه. نولو تورناج، نولو تورناج، نولو اليسا. شوف الفاتشه. نولو التورناج، نولو اليسا ولا نحوها؟ اخدم ديرها، علاش ما ديرهاش؟ نقولوا ليه نعاودوها باش تكون كام. قالوا عاودها ريح صاحبي طرونكي ريح، والله غير حشم انا عرضه، والله غير حشم. نبدا ابدا ابدا صاحبي. صاحبي طيح لك. يقولوا انه في علم النفس ان كل واحد صرى له موقف او تعرض لاذى نفسي في مرحله في الطفوله يلجا في فتره المراهقه للفنون القتاليه باش يعوض هذاك يحل هذوك العقد اللي تعرض لهم. انت تحكي ليا ولا تحكي تحكي هذا ليا؟ حسيتها فيك. مش حسيتها فيا، دوك نجاوبك تفهم دوك تحكي. تفضل تفضل. اه انا يا كي زدت ندير سبور، انا بابا عمومي قايتي قال لي ليت وقال لي شامبيون في لاليت، فهمني؟ اذا نولو للسؤال الاخر. راك طايح خشين يا هود؟ خشين انا مش طايح خشين. انا خشين وسمعنا. انا ادوبليهم كلمه، انا خشين ماشي طايح خشين. راك طايح خشين دوك انت، اذا انا جينيتك باش انت سالت لي هذا السؤال تاع خشين، فهمني؟ ما تجينيش. لا ما تجينيش انت جينيتك كيف؟ بصح انتك طايح خشين. طايح خشين انا ماشي طايح خشين، انا خشين. لو كان ما جيتش خشين انت ما تقوليش راك طايح خشين. مع كوثر وهلال عطاتك طريحه صح؟ عطاتني طريحه، علاش جي عليها ثاني كي علاش لا؟ وين عطاتني طريحه في الطابي؟ إيه تغلب شامبيون في الطابي. صرات مناوشات بينك بينها فعلا؟ جيت يعني نصير انا كارير معايا 10 سنين وعايشه معايا قدامي مع اختي نضارب، كيفاش انت؟ غلباتك؟ إيه زعما كيفاش تغلب؟ ما نلحقوش لهذوك، حنا رياضه، حنا لا فامي دو جيدو فاهم؟ ما نلحقوش لهذيك باش ترفد يدك ومن فاهم. يقولوا انها صرات شي جار بيتك. صرات شي جار خفيف، ضل يصرى شي جار معاه باسكو هي جاي شغل هكذا. هذه هي خفت منها؟ هي كي تقول لك بلي ما تخاف، ما عندنا ندير جيد وما كيفاش تخاف. ما كاينش يعني مصارع مع مصارع مش ما نضربوش. لا لا مناوشات هكا بالهضره والسلام عليكم. حكينا واش صرا بين هذوك المناوشات على جنب. هذه دوك انت واش دخلك؟ في لاصال حرشه، فان عندي المعلومه في لاصال حرشه عطاتك طريحه. عطاتني طريحه. اعتراف بالهزيمه. ايه نورمال علاش لا. صاحبي طيح لك. نكوبو دقيقه برك باسكو كنقلق. ياك مقلق صاحبي راح نكرفص لك ايام برك الهضره هذه تاعي. اشرب الماء. استغفر استغفر اشرب الماء. يا حشمة صديق استغفر وشرب الماء. والله غير حشمة راك شويه راك والله شربت الماء. اشرب اشرب بقى لنا شويه نكملوا.
بصح ما تقلقش شغل روح بواحد الريتم راك رايح بواحد الريتم شويه راك تترعد صاحبي جبال. لا راني نشوف راني نتبعو في ديجا من المقبل كنت تترعد كي جيت انا كي دخلت كنت تترعد كي شتك ولا انت جاي هكا تترعد؟ لا كي شتك كي شتك كي شتني؟ يا روح. اذا وصلنا الى فقره اراء المواطنين وين راح نسقسوا المواطنين على الضيف تاعنا. شوفوا اراء المواطنين ونولوا معك. وش رايك في هود زرداني؟ هود زرداني ما نعرفوش، انا نعرف ادريس مسعود اللي صح شرف لالجيري بليزير فوا وهذاك صح يلعب على الالهلال. هود حراشي هذا يمشي هود زرداني، هود زرداني هذا حراشي نعرفه انايا، ما هذاك تاع مواقع بارك وماشي كامل تاع واقع، هذاك اللي يحب يبان في التلفزيون وشكليات برك هذا واش كاين؟ هادو ما كيما انت اللي بيعلفت ما يعرفهمش، كيفاش يعرفوا هادو؟ بصح هادو اراء الجمهور، تقول الجمهور هكا ماكش يعرفوا. يبان الجمهور تقول الجمهور يعرفوا. حنا انا زعما شغل كرون ستار ومن باش هذا يعني، جي دوكا ماشي كيما فوتبالير ولا ما يتعرفوش، هذا مش يعرف، يسقسي مول الدومين تفهم. نطيقوا نديروا نطيقوا هذا التصريح تاعك نديروه كخبر حصري لبرنامج وجه لوجه. أن المصارع هود البطل يعتبر الجمهور يقول للجمهور ثم اللي بيلفت ما يعرفكمش. باينه نقولها بهلول انت عبارة صح. معليش شحال من باساج او شحال من شحال كان عندك من ظهور تلفزيوني؟ عندي طرو ثلاثة أربعة. واش كانوا هما؟ اقترح حكمني جدو حسن العام اللي فات حكمني وخطرة عطا لعبنا لي شوي سلاميك دار دوزيام ومن بعد كرمونا كرم جا الوزير عرضونا هكا لي زات ثلاث دقايق ومن بعد كان واحد جورناليست صاحبي هضر هضرنا وكنا كنت كانوا عندنا لي زوبجيكتيف ما يدلوش انفيتي ها في هذه ما يدلوش عيطوا لي بزاف لي زانفيتي ما كنتش نروح والله راه عيطوا لي بزاف ها وانت جيت لينا دوكا 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 شنو فاهمه دوكا راني 30 سنه في عمري انا جاي هكذا صاحبي ما تدخلش روحك فيا دوكا احشم على روحك تفضل 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 ايه دوكا تسالني كيش نقعد كيفاش كوبوهم هذو كوبوهم يا كوب والله راه احشم على روحك كالمي كالمي صاحبي طيح لك وحبيت نزيد لك سؤال واحد اخر ما فهمتش انا كيش وليت جورناليست يا حبابا جامي حكموك هكا في كاميرا كاشي ولا حكموني تما وين حكموك؟ كم من يجدو حسن؟ عام اللي فات؟ العام اللي فات العام اللي فات؟ تم العام هذا راك مشارك معنا في كاميرا كاشي وجه لي وجه هاك معايا وتقلقت بزاف وماذا بك تجي نخبصوا مع صاحبي الشامبيون علاش كاميرا كاشي؟ صاحبي طيح لك ما تدليش كاش انت نوك الله يا عبدك بس لا كنت مقلق صاحبي ان شاء الله اكون فتنا خفاف عليك عندي واحد سؤال ما قلت حابه عندي برك واحد سؤال لك هذه تفوت نورما جوزة على سلام جوزة احنا نعبد رمضان وش تقول للجمهور في رمضان؟ صح رمضانكم وان شاء الله نجوزوا بالصحه والهنا واكتشو وحكمونا الله يحفظك ربي يهنيك صح صحيح ربي يحفظك خوتي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة إذا رمضانكم إن شاء الله تجوزوا بالصحة والهنا السلام عليكم إذا مشاهدينا الكرام كان اليوم معنا الضحية هود زرداني في برنامج وجها لوجه انتظرونا في عدد جديد ليميسيون ولات بيزار تيكيات هادو خرجوا كاع من اطالات الحياه تحكي لي واش اللي صار يطيحناك ضحكه ويهبط السيطار